يعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء عن تسمية النائب الجمهوري توم برايس وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية. برايس جراح العظام يعد من أشد منتقدي نظام الرعاية الصحي في الولايات المتحدة المعروف باسم أوباما كير، وفي حال حصوله على مصادقة مجلس الشيوخ فإن برايس النائب عن ولاية جورجيا سيلعب دورا مهما في إصلاح قانون التأمين والرعاية الصحية. Setting up a White House, we talked about foreign policy, we talked about domestic policy.